صدر خبر إعلان الرئيس بوتفليقة 81 سنة ترشحه رسميا لعودة خامسة الصفحات الأولى للجرائد الجزائرية، سواء كانت ناطقة باللغة العربية أو بالفرنسية. وكان عبد العزيز بوتفليقة قال في رسالة للأمة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الأحد إنه استجابة لكل المناشدات ودعواتي، ولأجل الاستمرار في أداء الواجب الأسمى أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية لشهر أبريل. وخرجت احتجاجات في بعض المدن الجزائرية ضد ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية الخامسة، وانتشر فيديو تصدح فيه أصوات الجزائريين بالقول بوتفليقة والمروكي لا للعودة خامسة. ونزل عدد من المناهدين لمشروع العودة الخامسة إلى الشارع الأحد الماضي، حيث قاموا بالاحتجاج بساحة الشهداء أشهر ميدان في العاصمة الجزائرية من أجل التعبير عن رفضهم لهذا التوجه. وشهد مكان التجمع انتشارا مكثفا للشرطة التي قامت بتفريق المحتجين، ونقل عدد من المتظاهرين إلى مخافر الشرطة قبل أن تخلي سبيلهم لاحقا. وأيضا أعلن فنانون وممثلون جزائريون رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، والذي أعلن رسميا ترشحه لرئاسيات 2019 يوم الأحد الماضي عبر رسالة نشرها في وكالة الأنباء الجزائرية. وعقدت حركة مواطنة التي تضم عدة شخصيات سياسية وحقوقية محسوبة على المعارضة اجتماعا، أصدرت عقبه بيانا عبرت من خلاله عن رفضها لمشروع العودة الخامسة. كونتر بوتفليقة هذا خلاص ميت كيم الغاشي تعاشينا
خطرهم سهلة. وما خرجوا كوطر بوتفليقة سفيانة. Let's go.